إذن نحييكم متابعي الكرام، وأنا أرحب بحضراتكم من هذا الميدان. شوطنا الخامس الذي تم تعلن إطلاقته بعون من الله وتوفيقه، حمل أسماء جميلة متميزة لفيض الأبكار المحلية الأصايل للسن اللقاية. ذكرنا بالمسافة المقررة الخمس كيلومترات الذي حاضر للجميع بالمشاركة، ولكن لنا عودة بالتهاني والناموس. تابعنا عقاب الذي قدم عرض يشكر عليه، ويشكر عليه مالك خادم رئيس المنصوري ممثل هذا الميدان الذي يأتينا بكل جديد وما في دبدب رحلة الأبكار المحليات الأصيل. أسير مباشرة إلى مقدمة الشوط، أتابع المركز الأول مشغلة على الصدارة لسعادة محمد بن عتيج بن جمعة. الرميثية تقود مسار المتابعة، النقلة التالية إلى المستوى الثاني وصلت الكايدة الذي قدم عبد الله بن محمد بن مطر، يتقدم هنا على المستوى الثاني. العودة مباشرة الذي غيرت موازين المسار، وين وصلنا إلى شعار سالم بن مسفر بن غانم المنصوري الذي غير موازين الشوط، الذي غير موازين الانطلاق. ناخذ مركزنا الرابع وهناك الثالث، بدأ الدخول تدريجا عبر هذه الأثار. هدوء الذي قدم ناصر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. الشعار مشغلة الذي قدمت الإبداع الكبير بأول أشواطنا الرئيسية. صباح الخير يا أبو راشد بهذا الإبداع. نعود إلى المركز الرابع، هنا من تحمل المسار الأجمل بنتابعه. هناك نجود الذي قدم بنتابعه ولا هناك جود الذي نعم قادم خليفة بن عيد بن محمد المزروعي الذي يتواصل إلى المستوى الرابع. أما المركز الخامس عدينا الكايدة، الكايدة ولكن وصلت نقمة تحمل الرقم 2 أنها أبعاد الذي قادم خادم بن مبارك بن دعفوس المنصوري. والمركز السادس وين حامل رقم 6 رافق النشعار بن فلاج الذي وصل مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاج الكتبي. هذه النتيجة للست الأوائل الذي ألغيناها إلى مسامعكم، ولكن عودنا إلى بغية الأسماء. يمصورنا الكثير من الأشعارات الذي قادمة لافتة 3 كيلومترات، بدينا نغادرها بكل أريحية إلى مقدمة الانطلاق. ناخذ نشهلة على المقدمة، يرافق أبو مسفر من موقع إلى موقع. هالي ميدان الذكية، هالي ميدان المرموم، حاضرين للمشاركة. إذا سالم بن مسر بالقوبع المنصوري من يقود الصدارة. عندما نتذكر نعيد له الذاكرة، سطر لنا حروفا من الإبداع. مشكور يا أبو سالم على التواصل. العودة إلى أشعار الشامسي، ولكن من الجانب الآخر أشعار المزروعي يصل بكل قوة. خليفة بن عيد بن محمد المزروعي الذي يتقدم إلى المستوى الثاني. المركز الثالث قدوم، وصلت هدوء الذي قادم ناصر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. بالفعل إن هدوء المسار، هدوء للغاية. المركز الخامس وين أسير وتابع، وصلت هناك. المركز الرابع مشغلة أو تتقدم إلى خامس الأسماء بقيادة سعادة محمد بن عتيج بن الرميذي الذي قادم على المستوى الخامس والمركز السادس. عطنا جولة إلى مبعدة أبعاد الذي قادم أخا عيسى بن مبارك بن مدعفوز المنصوري، يتقدم هنا أبو مبارك بهذه الأثارة. هذه الست الأوائل الذي عديناها إلى مسامعكم، ولكن وين مصورنا؟ عود بنا إلى زمام الأمور، عود بنا إلى شعار بالقوبع.
المنصوري المنصوري، ولكن المزرعي لا راينا اخر. الكل بدا يتحرك، الكل بدا يطير الى الانضمام الاول. الصراع ما بين هذه الاسماء، الصراع ما بين هذه التحركات. الله الله، وين الاتجاه اذا؟ وين الاتجاه اذا على مقدمة الشوط؟ رافقنا هناك نشلة، نشلة الذي على الصدارة، سالم بن مسر بن غانم المنصوري. المركز الثاني يا اخوان، شوف لي المركز الثاني، شوف لي الجود الذي قادم يتقدم هناك. ابو عيد خليفة بن عيد بن محمد المزروعي على المستوى الثاني، والمركز الثالث الغدوم ما شاء الله. المركز الثالث ابعاد اخا عيسى بن خادم بن مبارك بن دحفوز المنصوري. منصوري يتحرك من دحفوس، يطير الى المستوى الثالث، مشغلة على المستوى الرابع لسعادة محمد بن عتيق بن جمعة. الرميذي يرافق ابو خليفة بالمتابعة، يتحكم بهذا الشعار الجميل. المركز الخامس وين؟ المركز الخامس الغدوم هدوء الذي قادم، ناصر بن راشد بن مفتاح الشامسي. المركز السادس هو النداء من تحمل الرقم 6 19، ما ارسال الذي قادم؟ الراسية، الراسية عبد الله بن سالم بن الذي قادم، القحطاني قادم بكل قوة، ولكن وين يا اخوان؟ وين الكيلو غادرنا؟ الكيلو غادرنا. الله يبعد، الله يبعد الذي بدأ تباعد المسار، تبى تسلم على اهل ميدان الخزنة الذي صح التعبير يا ابو مبارك. خا عيسى بن مبارك بن دحفوس المنصوري، المنصوري يسيطر سيطرة بفارق جميل، ولكن الحذر دائما ياتي بكل. المركز الثاني خطير للغاية، نشل الذي قادم على المستوى الثاني، سالم بن مسر بن غانم المنصوري. ولكن شوف اول نداء للمركز الثالث، اول نداء للمركز الثالث، مرور مرور الذي اغدرقت مرمر الذي قادم محمد بن فهد بن عامر. الله يا متتابع، المركز الثالث هناك القدوم، شوف التحرك الأخير من تحمل الرقم 4. أرصد أن هناك شموخ الذي قادم، مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي، بن مفتاح الشامسي، ولكن وين؟ وين ناموس؟ وين؟ الله يا بن مفتاح، الله من تحمل الرقم 4 ولا 14 على الصدارة ايضا هنا على البداية. عندك يا مطر يا بن راشد يا بن مفتاح الشامسي اذا صح التعبير بالانطلاق الاول، ولكن ابعاد قادمة. خا عيسى بن مبارك بن دحفوز المنصوري، اللحظات الاخيرة، المرة الثانية على التوالي. سلام لأهل العين، سلام تهانينا على فوز شموخ لحظات الوصول. مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي اذا هي تحمل الرقم 4 ولا تحمل 14، على كل حال بنتابعها من خلال الشاشة. كان هناك دخول مميز بقية الأسماء، وين وصلنا؟ بناخذ بقية الشعارات. الذي قدم الدور تشكر عليه بالإنجاز، والشكر موصول لي دائما لهذه المتابعة من الشباب الذي لهم الشكر والتقدير على حسن المتابعة. وين وصلنا يا من تتابع؟ بناخذنا توقيتنا حتى تصلنا بقية الأسماء. توقيتنا 7 دقائق 52 ثانية. الذي رافق هناك شموخ هلال إنجاز، بالفعل كانت هي الأشمخ بالصدارة. والنقطة الثانية على التوالي، مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي الذي حملت الإنجاز. المركز الثاني عندك يا بن دحفوس يا المنصوري، والمركز الثالث، المركز الثالث تهاني لسالم بن مسفر. المركز الثالث عندك يا بالقوبع، والمركز الخامس تحمل رقم 18 تهانينا لحمد بن فهد بن عامر الكربي على المستوى الرابع. أما المركز الخامس، على كل حال هناك دخول جماعي، بترك المجال للخط النهائي، لهم دور بالشكر والتقدير.